في القرية الذكية في 6 أكتوبر. وبالتالي رحلة الذهاب إلى العمل والعودة منه بالطريقة التقليدية وهي السيارة العربية شيء شاق جدا ومنهك ومقرف والحقيقة شيء معذب جدا. فقال لك لي احنا مش صغيرين، احنا نروح الشغل بالعجل. هي ان احنا صورنا مجموعة من الشباب اللي بيشتغلوا في القرية الذكية وهم في ميدان لبنان وهم متجمعين، قال لك وسيلة أوفر وأرخص وتعيد أو تعطي نشاط وحيوية للجسم والصحة العامة، وخلي اللي يقول يقول. هل فكرت يوما أن تستغني عن سيارتك أو المواصلات العامة لتستقل دراجتك إلى العمل؟ فكرة قد تبدو غريبة قام بها مجموعة من الشباب والفتيات يعملون بالقرية الذكية في محافظة 6 أكتوبر، قاطعين مسافة قد تزيد على 15 كيلومترا من المنزل إلى العمل، في محاولة منهم للإشارة إلى ما تشهده شوارع القاهرة من زحام شديد وتلوث. الفكرة دي احنا بدأنا ننفذها تقريبا من حوالي سنة أو تقريبا 10 شهور. احنا شغلنا موجود في القرية الذكية على أول طريق مصر اسكندرية الصحراوي، بنيجي من كذا مكان، أنا باجي من الهرم، في ناس بتيجي من مصر الجديدة، ناس بتيجي من مدينة نصر، ناس بتيجي من المهندسين ومن المعادي، بنتقابل هنا في ميدان لبنان، بعدين بقى نتحرك مع بعض نروح على المحور لغاية ما نوصل للشغل. بنزل من المقطم بروح الشغل حوالي 36 كيلو، باخدها حوالي ساعة ونص، فاللي هو مش فارق كتير، حتى لو رحت بالعربية هتلاقي فرق حوالي نص ساعة ما بين العربية والعجلة. أشار سائق الدراجات أن القيادة ليست من أجل ممارسة الرياضة فقط، ولكنهم يهدفون إلى المشاركة في أعمال الخير وتنمية المجتمع، كما شاركوا في حملة لدعم مستشفيات فلسطين السنة الماضية. في مصر انت عندك ناس بتعمل سبورت وناس بتعمل شارتي، لكن مفيش حد بيربط الاثنين ببعض. احنا بدأنا نربط الاثنين ببعض شويه، ان انا هعمل سبورت ايفنت، والسبورت ايفنت ده غرضه ان انا هلم فلوس لحاجه كويسه. السنه اللي فاتت لمينا تقريبا حوالي 160,000 جنيه، جددنا بيهم مستشفيات وجبنا بيهم اجهزه المستشفيات عشان يستخدموها. السنه دي تقريبا هنلم اكتر من 250,000 جنيه ان شاء الله. بدأنا نطور بيهم حتى الآن 65 فصل في صيد. يعني السنة اللي فاتت احنا كان التشاريتي كوز بتاعنا كان غزة، السنة دي هو تنمية الطفولة في مصر، 65 فصل دراسي، مشروع تبع اليونيسف. فمفروض ان كل واحد فينا بيريز 4000 جنيه على كل على الرحلة كلها، وشغالين فيها وان وي ريزد جود ماني الحمد لله. يعني الرحلة اليومية التي يقومون بها لا تخلو من المخاطر أو المشكلات التي قد تعوقهم في الطريق، من أهمها عدم صلاحية الشوارع للسير والزحام الشديد. مشاكل ما بنحاول نتجنبها عشان بنصحى بدري أو بنتحرك بدري أو قبل الزحمة، بس هي بتبقى مينلي العربيات. يعني العربيات ساعات بتعمل معنا إن إحنا عربية زيهم وبيعملوا علينا غرز كده، فما بنقابلهاش قوي عشان بنتحرك يعني مثلا على الساعه 5 الصبح او حاجه كده. تبقى ماشي طالع مطلع وتعبان وبتنهج وبتاع، وتلاقي مره واحده عربيه نقله معديه من جنبيك ومطلعه كميه عدم في وشك، اللي هو وانت بتاخد بقى رئتك مفتحه وعماله تاخد نفس، وتلاقي مره واحده كده كميه دخان تشمه، تضطر غصب عنك انك تقف وتقعد تكح قد كده لحد ما العربيه ما تعدي. المشاكل بتبقى كلها في الطريق، ان احنا ما عندناش حته نمشي فيها، ان برضو الناس ممكن تلاقي حد مثلا بيزنوا عليك، تلاقي مثلا حفره في الطريق، يعني ان احنا ما عندناش فاسيلتيز في ساعه حاجه زي كده. قد تكون الدراجات هي احدى الحلول للتخلص من زحام القاهره وتلوثها، فهل نرى يوما اهلها قاصدين عملهم بالدراجات حتى ولو لمره واحده في الاسبوع كما يفعل عدد كبير من سكان اوروبا؟ انا عايز اعرف هم بعد كده لما بيوصلوا الشغل يعني بيغيروا هدومهم، واخدين هدوم الشغل معاهم، ولا هم بيشتغلوا بهدوم الرياضه؟ كل التوفيق لهم. واللي يبقى ماشي بعربيه ويشوفهم يا جماعه ما يبقاش يكسر عليهم.